وللوقوف عند ظاهرة الفساد الحكومي في العراق والتي تتزايد في ظل رقابة شبه منعدمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك دكتور هلال. يعني بحسب هيئة النزاهة فإن 65 أمرا بالقبض والاستقدام صدرت خلال الشهر ضد مسؤولين. السؤال هنا، ماذا يمثل هذا الرقم برأيك في ظل هذا الفساد المستشري في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القضية في العراق قضية مركبة، لأنه الفساد هو أس العملية السياسية، وركبت على هذا وبنيت عليه، فما بني على الفساد لن يصلح. والقضية لها أركان عديدة، لأنه المحتل عندما أتى للعراق لم يأتي بنظام دولة، وإنما أتى بنظام عصابات، ونظام فاشل تأسيسا وهو مقصود. يعني هذا ليس اعتباطا، عندما تأتي بمجموعة من الناس وتدعهم يديرون أمورهم بطريقة عشوائية ربما يصلون إلى نتيجة، ولكن عندما يكون التصميم في الأساس لمنظومة الحكم في العراق مبنية على أركان الانهيار والتدمير، فيجب أن يكون المستعمر وضع خطة طويلة الأمد لإيصال العراق إلى هذا الحال، وأدوات التنفيذ هم كل الذين أتوا مع المحتل والذين التحقوا معه. الفساد الإداري في العراق مؤشر، ومؤشر كبير جدا، هو لا يوجد شيء اسمه رقابة وحساب، يعني احنا بنقول ضعف، لا، ولا يوجد أصلا، لأنه هو الذي يراقب هو فاسد. فالمنظومة متكاملة أشبعت بالفساد، وأصبحت الرشوة وأصبح الفساد ظاهرة علنية معلنة ليس سرية، وكل ما يقال أن هناك محاربة الفساد من 2003 ولحد الآن نسمع بمحاربة الفساد، والفساد هو المؤشر الوحيد الذي يقود البلد. خذ أي مقطع من مقاطع الدولة الحالية، يعني حتى المقاطع الحكومية سواء كانت دوائر أو مؤسسات أو مستشفيات أو إلى آخره، هذا الكلام الدوائر مشبعة تماما، هناك بطالة مقنعة، هناك عدم رغبة في إصلاح أي شيء. يعني نحن نعاني من قضايا أساسية، الطرق والجسور ليس معضلة من معضلات الهندسة في العراق. يعني أنا كمهندس عندما ضربت الجسور في العراق تدمرت بشكل كامل، لكن أعيدت بفترة قصيرة بجهود عراقية وطنية، نفس المهندسين هم اللي هجروهم واللي طردوهم خارج العراق واللي قتلوهم واللي طردوهم. وضحت هذه الفكرة دكتور هلال. يعني بين أيدينا مثال على الفساد الحكومي في البصرة، جسر سعد الذي يربط قضاء الهرثة بقضاء شط العرب بات مهددا بالانهيار الكلي. السؤال هنا، أين تذهب المخصصات لصيانة الجسر الذي بات شبه يعني منتهي وقد ينهار في أي لحظة وقد يودي بحياة الأهالي؟ أنا سمعت التقرير الذي حقيقة تقرير مؤلم، أنه الدائرة أو محافظة تهمل جزء من سكانها بهذه الطريقة. يعني القضية ليست قضية تخصيصات مالية، يعني إيجاد التخصيصات المالية من البصرة اللي هي ثغر العراق والميناء الرئيس في العراق وهي مصدر الوحيد الرئيسي في تصدير النفط، هل يعقل أنه لا ماء ولا كهرباء ولا جسور ولا صيانة؟ يعني يعاني الناس اللي يأتون من الميناء من سوء الطريق الذي ينقل، هو كل العراق، كل اقتصاد العراق مبني على هذا المكان. الجسور القديمة يجب أن تصان، وصيانة ليست بالعمل الصعب يعني، وليست بالعمل المستحيل، لأنه يعني هناك تصاميم أساسية لهذا الجسر، وهذا الجسر قائم، أي عمل بدون صيانة سوف ينهار، لكن لا توجد رغبة. أنت سمعت التقرير من المسؤولين في البصرة، لا توجد رغبة، والحجة جاهزة أنه لا توجد لدينا تخصصات. أي أولوية أفضل من أولوية المواطن الذي ينقطع عن يعني في إصبح منعزل تماما؟ هذه المنطقة منطقة حيوية اقتصاديا، يعني الشركات
كل هذه المنطقة سوف تعزل لأنه لا يوجد لديهم أولوية. هناك مثل عربي يقال العذر أقبح من الفعل، ففعلا هذا الفعل العمل هو أقبح، العذر أقبح من ذلك. سؤال جديد، لا يمكن التبرر بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة غير مجدية وغير مقنعة لأي شخص. دكتور هلال، باعتراف برهم صالح يعني فإن 150 مليار دولار هربت من العراق إلى الخارج منذ عام 2003، أين إذن وعود الحكومات السابقة والتي تضع على رأس برامجها مكافحة الفساد؟ شوف، هذا الشعار هو مكافحة الفساد لنشر الفساد، الكل يعرف هذا، والرقم ليست 150 مليار، الرقم 1015 مليار، هذا لحد 2016، والعملية مستمرة. يعني عندك مثل، خرج أحد الأخوة على التلفاز وفي برنامج تلفزيوني معلن، لا أذكر اسم القناة، قال واحد أحد الوزراء سرق 10 مليار دولار بعلم رئيس الوزراء، وقد أعلم رئيس الوزراء بهذا الأمر، قال دعه يسرق أفضل مما يأخذ من دولة أخرى. إذا هذا هو المبدأ الذي يحكمون به العراق الآن، فبالتالي المحاسبة والأرقام ليس لها حدود. يعني احنا نتكلم عن ميزانية منذ 2006 لحد الآن، من 2005 لحد الآن، كم مليار دولار دخل إلى ميزانية العراق؟ النفط أصبح ما فوق 80 لفترة طويلة جدا، والآن فوق 120-130 دولار البرميل الواحد، ونحن نصدر من 3 إلى 4 مليون، والعاقل الطالب الابتدائي يحسب كم برميل باليوم، كم سعر البرميل، أين ذهبت كل هذه المبالغ؟ نكتفي. يعني هل يعقل أن احنا يعني لا ماء لا ماء لا كهرباء لا 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 غاز لا لا حتى البطاقة التموينية في ضمن الظرف الحالي لم يوفر منها شيء. وضحت الفكرة، نكتفي بهذا القدر. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور هلال أدليمي، شكرا جزيلا لك.